السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا. طبعا احنا قلنا هنعجن وهنخبز العيش الشمس الجميل، وهنعمل المرة دي ما شاء الله كمية حلوة، فنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف خلق الله. وبسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا زي ما قلت لكم انا غطيته وسبته، بسم الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بصي بس خمر ازاي وبقى حلو ازاي، اللهم صل على رسول الله. بصي الله اكبر، ملى الطبق. وادي الصواني دي انا بحط فيها رده، الصواني دي برضو ما شاء الله، انا قلت لكم ان شاء الله نعمل كميه حلوه باذن الله. الصواني دي برضو كلها ايه؟ رد. وادي دي بتاعنا اللي احنا هنقطع فيه، نقطع يعني. بص هنلم العجينه كده الاول، بعد كده ايه هنقطعها ونحطها زي ما وريتك قبل كده، انا علمتك ووريتك ان احنا بنعملها ازاي. فانت كل اللي هتعمليه بصي خمرتها زي الفل. وادي بتحطي الصواني دي زي ما انت عايزه، عندك صالون كبير اعملي زي ما انت عايزه اللي عندك. وادي دي اللي هنقطع عليه ما شاء الله. بعد كده اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، انا هقطعهم كلهم ان شاء الله وهعمل رغيفه كده حلوه صغيره وجميله، متوسطه يعني، لا صغيره قوي ولا كبيره قوي ولا اي حاجه، هي هتبقى متوسطه حلو. واسيبهم وغطيهم يخمروا، وبعد كده اجبرهم لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.